مرحبا بكم متابعيني، احلى متابعين واغلى متابعين متابعين قناه شاد العسل. نرحب بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو نتمنى انكم ديروا لايك وتشتركوا في القناه اعزائي التلاميذ، واي طلب تقدروا تخليه لي في كومونتير. دونك اعزائي التلاميذ، كما شفتوا كنا في الفيديو الماضي، عفوا في الفيديو السابق، سامحوني فقط راني نزرب باش يزرب ينزل الفيديو ويكون قصير. دونك في الفيديو السابق كنت درت بث مباشر وطرحنا فيه افكار باش ننظموا الوقت تاعنا في العطله. كما شفتوا اليوم راح نشوفوا كيفيه تنظيم برنامج العطله. اول حاجه عزيزي التلميذ، اول حاجه تقدر ديرها عزيزي التلميذ او عزيزي المشاهد في هذه العطله باش تقدر تدرس وتحضر الاختبارات، لانه كما قلت لكم هذه العطله راهي فرصه لتحضير الاختبارات. لازم تنظم مكان الدراسه بهذه الطريقه او بطريقتك الخاصه اللي تقدر تعطيك طاقه ايجابيه وتخليك تقرا بارتياح اكثر واكثر. دونك عزيزي التلميذ، واش تقدر تدير؟ تقدر تحط اي اشياء تستفاد منها في المكتب نتاعك بطريقه اللي راك تحبها. ثاني حاجة عزيزي التلميذ، كما شفنا احنا البارح كنا او في الفيديو الماضي كنا رتبنا الافكار اللي رانا حابين نديروها في هذه العطلة، كانت منقسمة من بين الدراسة واوقات الفراغ كذلك. دونك انا باش ندير هذا الجدول حضرت مواد تنظيم كما شفتوا ودرتو على طريقتي. ثم تقدروا تتبعوا جدول اللي درتو انايا او انكم ديروا جدول خاص بكم، لكن المهم انه يكون هذا الجدول منظم جدا. هذا الجدول منظم جدا. اذا انا اخترت طريقتين باش ندير لكم هذا الجدول. الطريقه الاولى هي اني نكتب لكم انكم تكتبوا في اجندا. واش تكتبوا؟ تكتبوا المهام اليوميه اللي راكم حابين ديروها في هذا اليوم بالشكل التالي، تكون منظمه وتقيموا نفسكم بنفسكم. يعني الاعمال اللي درتوها كما شفتوا تكوشيو عليها، الاعمال اللي ما درتوهاش تكتبوها باش تعاودوا ديروها. لكن انا ما نفضلش هذه الطريقه، لا تؤجل عمل اليومي الى الغد. او تقدر دير برنامج بهذه الطريقه في الاجندا تاعك. الطريقه الثانيه عزيزي التلميذ هي انك تنظم الافكار اللي كنا درناها مع بعض في البث المباشر في جدول كالاتي. الاهدي وانا نفضل هذه الطريقه. كما شفتوا درت لكم جدول خاص بهذه العطله الاسبوعيه اللي هي عطله اسبوع فقط، فيها الفترات الدراسه وفيها المهام اللي تقدر تديرها. اذا شوفوا معايا الجدول ونتمنى انه يعجبكم هذا الجدول وتطبقوه، والى اللقاء في فيديو لاحق ان شاء الله. ما تنساوش تخليوا لي كومونتير والمزيد من الفيديوهات والتوفيق ان شاء الله. شكرا على حسن المتابعه.